je vais vous raconter une petite histoire. الانستيتيو فرونسي في الأردن وفلسطين يقدمان من 11 إلى 17 حزيران في فلسطين ومن 16 إلى 21 حزيران في الأردن المهرجان الفرنسي العربي في دورته 18 مسابقة الأفلام القصيرة أفلام روائية وثائقية ومناقشات لو سمحت ممكن توطي الصوت شوي في 21 حزيران موسيقى وسينما مع بشار ورامي خليفة موسيقى حية مع رسومات وأمسيات دي جي